مصر جميلة زي ما بنقول دايما، مصر جميلة بكل أثرها وتاريخها وحضارتها وواقعها ومستقبلها المنتظر بإذن الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها زي عادتنا دايما عن فقرة تاريخية، هنتكلم فيها عن أثرنا، لأن أثرنا دي بتساوي الهوية المصرية اللي احنا بنقول إن واحد على رأس أهدافنا القومية هو استعادة الهوية المصرية التي تم تغييبها. الكلمات دي وردت كمان على لسان الرئيس في بداية ولايته الثانية، قال ستكون على رأس أولوياتي في المرحلة القادمة بناء الإنسان واستعادة الهوية المصرية التي تم تغييبها. كلمة تغييبها طبعا بتعني أنه فعل عمدي. إزاي تم تغييب الهوية؟ طبعا دي قضية كبيرة بيتكلم فيها دايما أهل الثقافة والمعرفة والتاريخ والاجتماع، وعلماء كتير أدلوا بدلوهم في الموضوع، ولكن خلونا نسيب قضية الهوية بعيدا وإحنا نعتز بهويتنا من خلال اكتشافاتنا الأثرية كل يوم، اللي آخرها كان شهر سبتمبر الجاري البعثة المصرية الفرنسية اكتشفت مزيد من الأثار الغارقة في منطقة أبو قير في الإسكندرية في منطقة اسمها تونيس هيراكليون. هنتكلم فيها مع دكتورة مروة السعيد المتخصصة في الآثار المصرية، وفي فقرتنا الثانية هنتكلم عن عبقري من عباقرة الموسيقى المصريين على امتدادهم. اتكلمنا يعني أو في حلقات قريبة كانت مئوية خالد الذكر فنان الشعب سيد درويش اللي مر 100 عام على ميلاده. النهاردة هنتكلم عن عبقرية موسيقية أخرى وهو الفنان بليغ حمدي. طبعا احنا عارفين عبقريته من متعتنا وحياتنا اللي ارتبطت بشكل كبير بإيقاع موسيقى على حنجرة كوكب الشرق، وكتير من مطربينا عبد الحليم حافظ طبعا أشهر أغانيه كانوا هم أبطالها ومغنيها مطربيها. هنتكلم النهاردة عن الفنان بليغ حمدي في فقرتنا التانية. خلونا نروح لفاصل ونرجع بسرعة عشان نبدأ فقرات. عاشق يا اسكندرية شاطئ ومية، أغنية جميلة جدا. الحقيقة أن كلنا بنغني لإسكندرية بيننا وبين نفسنا، إحنا حتى كقاهريين أو من كل يعني مدن مصر على امتداد الوادي كل الناس بتعشق إسكندرية، ليها في قلبنا دايما ذكريات زي ما كان بيقول هاني شاكر، كل المغنيين غنوا لها، كل الفنانين رسموها. عايزين نتكلم دلوقتي تحديدا عن الآثار الغارقة في اسكندرية اللي هي عمقها التاريخي وكل العصور اللي مرت عليها اسكندرية. اسكندرية دي كانت أعظم عاصمة في التاريخ، كان ليها فيزا، يعني اللي يدخل اسكندرية لازم ياخد فيزا، كانوا كل أو عظماء وأباطرة العالم كانوا بيبعتوا أولادهم عشان يتعلموا في اسكندرية، ولازم يجيبوا توصية كمان عشان يروحوا ولادهم ويقبلوا للدراسة في جامعة اسكندرية. خلوني دلوقتي أتكلم أكتر تحديدا عن الآثار الغارقة، وإحنا عارفين أنه اسكندرية تحت البحر فيها متحف مفتوح غير اللي فوق الأرض طبعا، ولكن فكرة متحف تحت المية دي فكرة روادت الناس من زمان جدا. بداية التنقيب هناك كان في طيار بريطاني ماشي بطيارته فوق خليج أبو قير، وطبعا في الوقت ده كان يعني المية نقية جدا، ولاحظ وجود كم كبير جدا من الآثار الغارقة. تواصل مع مين؟ مع الأمير عمر توسون اللي كان معروف بحبه للتنقيب عن الآثار وبحبه للثقافة وللتاريخ، وتواصل معاه فعلا وبدأت رحلة التنقيب اللي أسفرت في البداية عن رأس الإسكندر الأكبر وتمثال لأبو الهول وبعض أعمدة لقصر كليوباترا. خلونا ما نطولش لأنه معانا متخصصة ودارسة دكتورة مروة السعيد. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. دكتور، منين نبدأ في اسكندرية؟ يعني الحديث يطول والمسألة ليها أبعاد كتير جدا تاريخية، يعني ممكن تبدأي منين لو تحبي، ولا تبدأي من الاكتشافات الأخيرة في شهر سبتمبر؟ يعني طبعا عشان وقت الفقرة فأنا هبتدي على طول من المدينة اللي اكتشفت حديثا، أو مش حديثا قوي، هي الاكتشافات ما زالت تتوالى عليها، وهي مدينة هيراكليون. والحقيقة إن المدينة دي هي ترجع للعصر الفرعوني وكان اسمها تاهون.
تهون، مدينة تهون. والحقيقة أن هي استمدت أهميتها بمرور الوقت، فأصبحت في العصر الفارسي ميناء بحري ضخم وميناء استراتيجي، حتى أنها كانت بتسمى مدخل بحر اليونان، وكانت دي ملجأ للبحارة اللي بيجوا مركز للتبادل التجاري. وسميت المدينة باسم هيراكليون بسبب أن معبدها الرئيسي كان بيعبد فيه المعبود هيراكل والمعبود أمون والمعبود خنسو، فكان يعبد فيها هذه المعبودات الثلاثة. هم لقوا فعلا في معبد أمون يعني عدد كبير من المقتنيات والأواني والحاجات، وجدوا فيه الأواني اللي كانت بتستخدم في الطقوس النذرية، منها أطباق من الفضة ومنها مجوهرات وأقراط وأدوات للزينة على أشكال، على شكل أسد وعلى شكل عين وجيت اللي هي كانت للحراسة. وجدوا فيها الحقيقة أشياء كتير جدا، وجدوا فيها أيضا تماثيل لمعبودات أخرى غير مصرية، منهم المعبودة أفروديت. المعبودة طبعا أفروديت دي معروفة بأن هي كانت إلهة الجمال عند الأغريق طبعا. الجمال والحب والزواج والإنجاب وكل حاجة، حتى أن من كان من رموز المعبودة أفروديت هو الزيزفون، زي ما احنا نقول الزيزفون. الحب تحت ظلال الزيزفون ده رمز، لأن الزيزفون نفسه عمره مش طويل زي بعض أنواع الحب كده. طب وليه أطلق عليها، يعني أطلق على أفروديت الزيزفون يعني كان عمرها قصير؟ لا، هي كان من احد رموزها، الرموز بتاعتها نبات الزيزفون. لقوا كمان اواني من المرمر اللي هو رخام الالباستر اللي هي بيحطوا فيها السيدات ادوات التجميل، الزيوت العطريه وادوات التجميل بتاعتهم. احنا طبعا عارفين ان سيدات الفراعنه كانوا بيستخدموا جميع مساحيق التجميل، كانوا بيستخدموا الحنه زي ما احنا بنستخدمها دلوقتي، معجون الحنه، وكانوا بيستخدموا أدوات زي مراهم أو كريمات حالية لتلوين وتنعيم البشرة، وكان عندهم زيوت للشعر وبالإضافة لزيوت عطرية. كمان وجدت فيها بعض القوالب والعطور، طبعا كانوا مشهورين بأواني العطور. أكيد طبعا كان الزيوت العطرية. وإحنا معانا على الشاشة دكتور لو تشوفي معانا، دي بقى مقتنيات مين؟ دي أكيد دي مقتنيات من العصر الفرعوني، واخدة طابع اليوناني. دي من الاكتشافات الحديثة اللي احنا قلنا دلاية وأقراط على شكل رأس أسد، صح كده؟ هم دول. هنا بيتكلم عن الموقع نفسه بقى، الصورة دي بتتكلم عن الموقع نفسه. الحقيقة أن مدينة هيراكليون دي هي بتقع 32 كيلو شمال شرق اسكندرية، وهي بتقع الآن تحت خليج أبو قير تحت المياه طبعا على بعد 10 كيلو. والحقيقة أن اللي خلى المدينة دي تقع تحت البحر، هي كانت مدينة عادية جدا لغاية ما في القرن الثاني قبل الميلاد جه زلزال وضرب المنطقة دي، فحصل تصدع أو يعني هو أو دلوقتي نقدر نسميه زي تسونامي اللي بنشوفه الوقت، يعني إن المية ابتلعت الأرض. هو الأول كان حصل زلزال زي ما شوفنا في دارنا مؤخرا. لا، هو الأول إن حصل زلزال في القرن الثاني قبل الميلاد، فجزء من المدينة تهدم، ولكن استمرت دي إحدى النظريات يعني، ولكن العيشة في المدينة ما زال استمرت فترة، بدليل إن هم وجدوا عثروا على بعض العملات من العصر الإسلامي تحت يعني فضل استمر الحياة عليه. هو جزء من المدينة تهدم وغرق طبعا تحت طمين. وإيه التمثال الرائع ده؟ ده تمثال أفروديت؟ أفروديت. طيب هستأذن حضرتك، معانا مداخلة تليفونية مع دكتور عزة قدوس أستاذ الأثار اليونانية والرومانية. أهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. عايزه اسال حضرتك عن المشاهد اللي احنا شايفينها، شايفين الكهوف تحت الميه. طبعا العمل للبعثه المصريه الفرنسيه هو عمل شاق، لانه التنقيب في الكهوف اصعب بكتير من التنقيب او البحث على سطح الارض، مش كده يا دكتور؟ كلمنا عن مدى هذه الصعوبه وايه التحديات اللي بتواجههم، وهل الغواصين يا دكتور بيبقوا مدربين وعارفين التعامل مع الآثار ولا بيبقوا غواصين عاديين؟ هو الحقيقة طبعا البعثات بيبقى فيها مجموعة متخصصة من الغواصين، مش للغوص فقط، ولكن أكيد ما يعني عندهم علم بعلم الآثار. ويمكن عندنا كمان احنا ميزه كبيره جدا، وهي ان احنا عندنا مركز او معهد للاثار الغارقه في جامعه اسكندريه، ده الوحيد في جمهوريه مصر العربيه والعالم العربي وافريقيا بالكامل.
يعني ده في جامعة اسكندرية، وبالتالي اهتمامنا الأول والأخير بالآثار الغارقة تحت الماء، واكتشفنا عدد كبير من المكتشفات في الميناء الشرقي في اسكندرية. وطبعا من بدأ يعني الاهتمام بهذه الآثار من عام 1961 وعلى يد غواص اسمه كامل أبو السعدات، ثم بعد ذلك زارت المنطقة يعني أستاذة إنجليزية اسمها أونر فورست، لقت عدد من الآثار أيضا. بس ده في الستينات يا دكتور، لكن الأمير عمر توسون من قبل كده يعني قام بمسح أثري للمنطقة دي اللي أسفر عن رأس الإسكندر الأكبر وتمثال أبو الهول. أكيد طبعا، ما هو ده اللي حصل قبل، أنا بتكلم على حديثا يعني حديثا في الستينات استأنفوا تاني يعني البحث. لا وما الاهتمام يعني العلمي بهذه المنطقة، يمكن الأول كان زي ما تقولي يعني نوع من الهواية أن الواحد يعمل غوص ويشوف أثار وحاجات زي كده، لكن أول ما بدأت يعني العملية تاخد الشكل العلمي الرسمي بدأت في أوائل الستينيات وتوقفت شوية عشان وقت الحرب، لكن يعني الجزء الأكبر بقى من الاكتشافات بدأ من عام 1992 لغاية يعني الوقت الحالي. وطبعا كان أقيم في باريس معرض كبير جدا اسمه مجد الإسكندرية في عام في مايو سنة 98، حضره الرئيسين المصري والفرنسي جاك شيراك وقتها، وهم اللي افتتحوا هذا المعرض نتيجة لأهميته، وعرضوا حوالي 2500 قطعة من الآثار وجدت في الميناء الشرقي لإسكندرية. بعد ذلك توالت الاكتشافات في منطقة أبو قير بعد طبعا اكتشافات الأمير عمر توسون. شكرا. لكن بدأت البعثات بقى الأجنبية تدخل في هذا الأمر، وطبعا عندها إمكانيات تكنولوجية يعني عالية جدا، وبالتالي اكتشفوا مدينتين، مدينة اسمها مينوتس كانت مخصصة للإله إيزيس، ثم مدينة هيراكليون اللي تحدثت عنها من شوية وللإله هيراكليس. شكرا جدا دكتور عزت قدوس، هستأذنك يعني كمل متابعتنا عفوا لضيق الوقت. شكرا جدا، وعشان ضفتي معايا دكتورة مروة السعيد نستكمل حوارنا. شكرا جدا دكتور عزت. عودة ليك يا دكتور مروة، كنا بنتكلم عن ان المنطقة دي بتشهد يعني تنقيب حديثا، وانه هذا التنقيب على اعلى مستوى، طبعا البعثة المصرية الفرنسية اكيد بتشتغل على اساس علمي. يعني الحقيقة ان هو علم البحث عن الآثار تحت المية هو علم ظهر متأخر نسبيا، فده طبعا بيحتاج ان هو أدوات حديثة وعلى أعلى مستوى. فالحقيقة ان هو بيتم الكشف بالمسح ب3D او الكشف ثلاثي الأبعاد عن الآثار الموجودة تحت المية، وطبعا ده بيحتاج أدوات حديثة جدا وبيحتاج مهارات خاصة من سباحة ومهارات في فن الغوص، خصوصا ان في بعض الآثار بتبقى موجودة على عمق كبير جدا تحت، بالإضافة لأن تيارات المية اللي بتبقى تحت سطح البحر دي بتتسبب في أن هي بتنقل الآثار أو المقتنيات من مكانها. وغير كده طبعا الغواصين اللي بينزلوا تحت لازم بيكون معهم بعض الأدوات الخاصة زي أقلام الرصاص اللي هي بترسم تحت المية، وألواح غير لامعة زي صفائح الألمونيا كده عشان يقدروا يرسموا عليها تحت المية. ده غير طبعا الكاميرات الحديثة، لازم تكون كاميرات عالية الدقة سواء كاميرات محمولة أو غواصات مزودة بكاميرات خاصة لتصوير الآثار الموجودة تحت المية. بالإضافة لكده طبعا احنا بنحتاج في علوم بتبقى لازم تساعد الاثار اللي تحت الميه دي، يعني زي علم مثلا ان احنا بنحلل الاشجار، بنحلل خشب الاشجار اللي صنعت منه هذه السفن الغرقة عشان نعرف عمر السفينه دي قد ايه. يعني احنا لاول ما ابتدينا اكتشافات عثر على 70 سفينة ترجع الى العصر الرابع قبل الميلاد. ده طبعا بيعرفنا برضو ازاي السفن اتبنت. ده اللي هو بقى البطلمي ولا ايه؟ عصر البطلمي يعني في الحدود دي كده. لان هو العصر الخامس قبل الميلاد تقريبا كان العصر الفارسي، او ممكن في الحدود دي العصر الرابع كان العصر البطلمي، لان دي كانت فتره الحروب بقى بتاعه كليوباترا والسفن اللي داخله، لانه عدد كبير من السفن دي طبعا موقعها حربيه يعني
عدد كبير منها بتبقى مواقع حربية، وعدد منها أيضا بتبقى للتبادل التجاري، لأن دي كانت ميناء مصر في الأسكندرية، كانت أهم مدن للتبادل التجاري، حتى أنه عصر على قوالب من البرونز والفضة اللي بنستخدم لها الوزن دلوقتي. يعني عندنا اللي هو الوحدات الوزن الحديد دي بتبقى كيلو، نص كيلو، 2 كيلو. عصر على قوالب للوزن دي كانت من البرونز ومن الفضة، وعصر أيضا على عملات مختلفة عليها شكل المعبودة أثينا اللي كانت بتعبد في أثينا أو في اليونان. كان حصل في الفترة دي بسبب التبادل التجاري، كان تبادل أيضا لعبادة المعبودات. يعني نجد أن المعبودة أفروديت كانت بتعبد في مصر واليونان، وتم أيضا كانت خنسو برضو صح، المعبود خنسو ده معبود القمر، كان ده ابن الإله أمون طبقا للأسطورة، وايضا المعبوده افروديت، وتم اتحاد المعبوده افروديت، تم تشبيهها بالمعبوده عطور والمعبوده عيسى في مصر، لان جميع هذه المعبودات طبعا دي كانت معبودات خاصه بالحب والجمال والولاده، وفيها شق انثوي اكتر. وليه عطور كانت على شكل راس بقره؟ هي رمز للام ورمز العطاء والعطاء، وان هي وطبعا في الاسطوره ان لما ايزيس زوج المعبوده زوج اوزوريس اوزوريس زوج المعبوده ايزيس لما تم تقطيعه، هي المعبوده حتحور ايضا كانت وذهبت المعبوده ايزيس ان هي كانت بتدور على زوجها اوزوريس فكانت المعبوده حتحور هي اللي بترضع المعبود حورس الطفل لانها طبعا على شكل بقره والمعبود حور الصغير، فهي اللي كانت بترضعه من لبنها. فدي طبعا المعبوده حتحور من اهم المعبودات، يعني حتى كان لما المصري القديم بيحب ان هو يغزل زوجته كان اعلى مقامات الغزل ان هو يشبهها بالمعبوده حتحور او المعبوده البقره. طيب وسائل الاعلام الاجنبيه ازاي تناولت الاكتشافات الحديثه دي الاخيره في شهر سبتمبر؟ لانها الحقيقه اكتشافات مهمه جدا وعملت صدى عالمي. الحقيقة أن الإعلام بيهتم بكل الآثار اللي بيتم اكتشافها في مصر، لأن طبعا مصر يعني بلد غنية جدا بآثارها سواء فوق المية أو تحت المية. طبعا أي حاجة بتكتشف بيتم عمل لها مؤتمرات علمية، بيتم التعاون مع الدول الأجنبية زي فرنسا حاليا المعهد الأوروبي للآثار البحرية، العالم فرانك جوجيو اللي هو رئيس البعثة الفرنسية للتنقيب عن الآثار، وطبعا بينشر كل ما يتم العثور عليه في خلال مقالات علمية على موقعه، وليه موقع خاص. ده طبعا بيساعد على جذب العامل السياحي، وبيساعد على إنشاء أنواع أخرى من السياحة، أنواع جديدة، ممكن سياحة الغوص تحت المية لاكتشاف الآثار الغارقة. طب هل إحنا عندنا ده موجود على الأجندة السياحية بتاعتنا؟ يعني ممكن السواح يجوا اسكندرية يغوصوا عشان يتفرجوا على هذا المتحف الرائع المفتوح المبهر تحت المية؟ عندنا السياحة دي؟ هو ممكن يكون موجود ولكن على نطاق ضيق، يعني إحنا عايزين الموضوع يبقى كبير والدولة هي اللي تتولاه. يعني إحنا زي ما عندنا عملنا مشروع المناطيد في الأقصر، حاليًا نحاول ان احنا نعمل مشروع التلفريك اللي بيربط بين المتحف الكبير وبين الهرم. عايزين برضو نتوسع في ان احنا يكون في حمايه للغوص تحت المايه في هذه المنطقه، لان طبعا دي منطقه اثريه كبيره جدا، وتحت المايه بيبقى صعب طبعا عن اي حاجه فوق المايه، فلازم ان احنا نتخذ اجراءات امن تكون شديده طبعا، ويكون اللي هينزل يكون عنده فكره عن السباحه وعن الغوص تحت المايه، لان طبعا التيارات الماء بتبقى شديده، فلازم نحافظ على سلامه. بس احنا عندنا رياضات للغوص على امتداد البحر الاحمر، يعني شمال وجنوب سيناء اعتقد، او عفوا يعني جنوب سيناء بالاكثر والبحر الاحمر، ولكن يعني مش لازم الدوله برضو، ما ممكن القطاع الخاص، يعني كل المشاريع دي في البحر الاحمر وجنوب سيناء كلها قطاع خاص، ما فيش مشكله، بيبقى فيه غواصين مدربين وكل شيء. واعتقد الاثار الغارقه غير قابله للسرقه لانها اتقال، يعني احمال ثقيله قوي. لا هو طبعا حتى لو قطاع خاص فده طبعا بيبقى كله تحت إرشادات وبتصاريح خاصة من الدولة. ثانيا
ده بتبقى بتصاريح خاصه من الدوله. وطبعا احنا مش كل الاثار تقيله، في عندنا تحت عملات وفي حلي وفي مجوهرات، حاجات سهله يعني. دي موجوده تحت الميه؟ اه طبعا، عثر على عملات اجنبيه وعملات. ايوه يعني لازالت تحت الميه، مش تم استخراجها. بيتم استخراجها وترجعها. انا قصدي ان هو كان يعني قبل ما يتم اكتشافها كانت موجوده عملات، وممكن يتم اكتشاف الكثير والكثير في الفتره القادمه لان البحث ما زال شغال. طبعا بشكرك جدا دكتور مروة السعيد، واتمنى حضرتك يعني تكرري الزياره، نتكلم عن اماكن تانية. بلدنا مليانه كنز كبير، عرض مفتوح تحت الميه وعلى وجه الارض وفي كل مكان الحقيقه. يعني في مثل بيتداولوه جميل بيقول انه يا ماشي على ارض مصر حاسب وانت بتدوسها، لانه دي ارض غاليه. اللي يقولوا التاريخ يعني يتحدث عن مصر في كل لحظه، ولازالت مصر مع كل اكتشاف جديد بتكون حديث الواقع والحاضر مش بس التاريخ. بشكرك جدا يا دكتور. مصر هي الدنيا وليست ام الدنيا. شكرا جدا يا دكتور. ميرسي لحضرتك وللساده المشاهدين. فاصل وهنرجع لكم بعده لاستقبال ضيفنا، هنتكلم عن الفنان بليغ حمدي في ذكراه. الحقيقه الناقد والكاتب الصحفي الكبير أستاذ خليل زيدان هيكون ضيفنا للحديث عن أسرار في حياة بليغ حمدي ربما لم تنشر بعد، وتأثيره في تاريخ الموسيقى المعاصر، وما قدمه أيضا للحركة الموسيقية من فضل كبير بعد الفاصل.